معلوماتك جيدة. كانت انطلقت أبحاثها المحكمة الابتدائية وتم التخلي عليها للعسكر. خلينا نسألك سؤال إضافي حتى نبرئ ذمتي. القضية هذه ما زالت مشمولة بالتحقيق؟ إذا كان مشمول بالتحقيق ما ندخلوش في التفاصيل، التفاصيل نقتصر على التحليل السياسي، صح؟ التحليل والتفاصيل من حق باش نعطيها ومن حق المواطن التونسي باش يسمح. وراه خلافا لما يروج له، راه الشعب التونسي يكذبوا علينا في قضية شكري بلعي، ويكذبوا علينا في قضية التهم، ويكذبوا علينا في القضايا الكل. هي من حق الشعب باش يعرف إذا هالناس هذه شكون المتآمر الفعلي والمتفاهم والغير متآمر على البلاد، شكون المجرم الحقيقي واللي ماهوش مجرم، شكون الفاسد الحقيقي واللي ماهوش فاسد. هذا من حق الشعب. راه لما تكون قضية رأي عام وأنت تخرج الكلمة وقتاش لأنه يتداول فيها وقت ما يسمعش إعلام ثم يمنع من اليوم الأول باش هذه القضية بعدها. ما تقولش راهو راجل الغنوسي تعلق القضية ولا خيام التركي تعلق. إذا قلت تعلقت القضية يلزم المواطن يعني ما دام حبها في السرية لا يتداول فيها مش تطلعني ومقصدني ما نجمش نتابع على روحي. طيب استاذ بشار، نعم اسمحني، الله ينورك. هذا مقابل مبدا المواجهه، ولهذا نحن خلينا نكمل ونحكي لك على القضيه. الغريب في الامر وهذه نقطه والله استفسرت لها وان شاء الله يكون معناها ضمني في مكانه، كونه المحكمه العسكريه. كي نقول المحكمه العسكريه اي السلطه العسكريه والقياده والجيش اتخذوا قرار، هذا ثبت في عديد القضايا، اتخذوا قرارا بعدم الخوض والدخول والحشر انفسهم في المعركه دي السياسيه اللي قاعد يقوم بها قيس سعيد ضد خصومه السياسيين. لانه كانت قضيه كما شفنا سيف مخلوق، قضيه العميد عبد الرزاق، كل القضايا المعاده على العسكر قامت بتكلمها فالسياسيه فك علي انا بالرغم العدل، يعني انا ما كنتش معارك سياسيه. وهذه اسره خير ان شاء الله يواصل جيش الحياد والقيادات العسكريه تواصل الحياد وتقعد بعيده، ما تدخلش في معركه مع السلطه ضد شعب. هذا ما اتمناه وان شاء الله تكون بدرت خير. السؤال اللي يطرح نفسه لنا وقت مسات تول العدل، علاش شوفوا في اشقاء الحياد كما قيام التركي كما رضا بالحاج كما عصام الشابي كما جوهر بن مبارك وكيما عبد الحميد جلاسي وكيما كمال طيب، نشوفوهم كلهم موقوفين. وفي قضيه اخرى نشوفوا مش موقوف مش ما بحال صراحه فقط، لكن يحكيو فينا في الدروس كيما ملاك البكاري تجي في شراد هذاك وتعطينا في الدروس، وهو يحكي فينا في الدروس على التامل ويسب في سيف المرزوقي ويحكي ويتكلم ما يحسمش، هو مورد في القضيه دي ومجبور. ملاك البكاري مورد، مايا نكسوري معينات من بلاتون تحكي على 25 جويليه وهي مورطه في التهم. معناها هذه السؤال الذي يطرحه نفسه. وانت تقول يا قيس سعيد راه عمر بن الخطاب وليس الوطد من يتحكم في القضاء واللي هو قاعد يعمل بخصوم السياسيين، علاش هذا ما بحثوش حتى واحد فيما بحث بخلاف وليد البلطي؟ لانه وليد البلطي شاف غلطه سنة وهو تصريحات وخاطر هو توقف لانه سب الرئيس، حب نقرر لكم حتى الكلمه اللي موجوده في معبر البحر. احنا يا استاذ، نعم مره اخرى يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ الليل طويل ما زال عندنا المجال الوقت فقط، انا ذا بينا تمشي معلومات دقيقه في كنف القانون، المعطيات اذا كانت تكون مشموله بالبحث في التفاصيل انا ما عنديش مصلحه عليهم. اقول ان حلوا السياسيين، انت قلت اسمح لي يا استاذ، هو القضاء العسكري اسمحني ساعطيك المجال يا استاذ. لحظه جاي باش ننور المستاذ تو نوروه يا استاذ، لحظه يهديك الله. القضاء العسكري عندما تخلى عليها القضاء المدني العدلي برأهم ولا من غير ما ينظر في التفاصيل نتاعها بعد عام كامل؟ ما ينظرش في التفاصيل وتخلى عليها، ولماذا تخلى عليها؟ ما فيها حتى عسكري، لانه مجبوط فيها الغول. من بعد كي مشى
خباوا الموضوع. الغول هو جنرال الغول، خباوا الموضوع وخلاه وتنساه. من بعد كي عرفوا اللي هما تحكموا بمفاصل الوطن، تحكم بمفاصل الدوله، احلوا على العدل يعرفوا متنين عليها. راه القضاء عندك، لانه العصابه دي هي عصابه الوطنيه. هي يا اخي انت القضايا اللي يعملوا هذه تشدد في قضيه صحيحه يا اخي. هي القضايا اللي موجوده بتاع التامر الكو تو الكل، والقضايا الموجوده اللي مسجونين فيها الابرياء كلها من صناعه الوطن. من تحدث عن التسفير؟ الوطن هو لجنه الخداع. من تحدث عن الغرفه السوداء؟ الوطن ولجنه الخداع. من تحدث عن الجهاز السري؟ الوطن ولجنه الخداع. اللي تحدثوا عليهم كل توا يصنعوا فيهم، معناها عملوا السيناريو يحبوا يوصلوا القيس سعيد على اساس ها وضوما انت ما تنجمش تحل الحساب وتعمل وحده وطلع احنا نكونوا لهم قضايا وهميه ونورطوهم في قضايا وهميه ونعديوا لك الكره ويجبروه. يجبروه ها نقول يجبروه، لانه ما عندوش القدره باش ماسكين له الداخليه وماسكه ديك الشرب في بحذاها بالقصر ورضالينين وحاصرينه وماسكينه، وهو يتهرب. اخويا انا ما نجمش نحل الاحزاب الا ما تجيبوا لي قضايا، ما نجمش ندخل عباد الحسن الا ما تجيبوا لي قضايا. يكونوا له في القضايا اللي المفروض هو من الاول تكلم عن الفساد وحكى على 1500 مليار وجبد البحيري في 1500 مليار وفي قضايا وفي كذا. وينهم قضايا الفساد هذوما اللي تحدث عليهم؟ مش ما مركاوش قضايا فساد، خلقوا لهم قضايا اخرى متاع تآمر وقضايا وهميه. ده